ايش اللي ينرفز المدرس؟ اذا جلدكم تضحك خلاص قدروا على البصر كثير هو على الحصه الاول اس اطالع المكتب صدع حفلوني اياه تعال تعال والله الذي لا لون شفتنا من ذول اللي يضربون لا لا ما في خصم من ذول اللي تضربه ويضحك على طول افك يقول على طول افك على الفصل خلاص روح فصل طلع منهم لا والله اني ما قد ضربت اللهم لك الحمد والله اي والله والله بعلمكم حاجه انا يوم كنت في الابتدائي كان عندنا مدرس مثل الباب ذا يدرس رياضيات جدول الضرب احفظه زي اسمي من الخوف والله يا ابوي انا اقول 9 في 1 تسعة وانا هناك في اخر الدنيا اجاوب عليه من اذا عدت قدامه نسيت الجدول اتلخبط جاء ذاك اليوم داخل باثنين سندوتش بيض جبن يا الله وبدا 9 في 1 5 في ياكل هو ياكل يفطر ويسالك على الجدول ويسالنا كلنا الفصل والله ما صعب ياكل الفصل اي جدول 9 كمان وصل عنده عنده 12 اي والله غيبوبه 5 في 7 ايه 19 اي والله 19 رجع الجمله كم في كم كم في كم يا رب استغفر الله هو يسالني والله خلاص يسالني احنا حاجه غلط 5 في 9 باري جيبوا شيء ما هو واخذ منهج والرجال متين يا عرب وهذا الحركه هذه عيله خليها والله يا عرب ان عيله خليها فتعال يحط الواحد في الزاويه ويحشره بكرشته ياكل انت متى بدك من بطنه اخذ سكس باك والله الذي لا اله الا هو سعد عندي سالفه تكفى والله اسلم في اي شيء ثاني طيران شيء يحشرك المهم يحشرني في انا ما فيه تعرفون النحي نحي ناح عرفتوها هي جتني يوم فكني طبعا عمي درس في نفس المدرسه الواسطه عمي والله هو خلاص انا طفيت بموت والله واجي اقعد انتظر كثير على الكرسي لاني احس عقلي ينبض واروح عند الباب افتح الباب فين رايح وقف وادز على عمي ادور له في الفصول ادور له تضربه عمي مدرس هنا سمع درس ايوه واروح له وافتح الباب كذي تعرفون ذاك اللي كنا شافوه تبكي ابكي بكاء في حياتي حشرك وحشرك واضمه تكفى يا عم بغيت اموت في صف ثالث مدري الرابع يا اي اي والله يا خادو حاشرك على الزاويه حاشرني على زاويه ياكل حرف تي قال لي الخاتمه وكل يتكلم معي ما ادري ايش يقول انا بعدين زنيخ وحياه بقعة من الاخير انا اشم القبر من اخر الدنيا والله زنيخ يا خالد عمي اذا عصب خلاص هذه تقول كذا انصه فين هو قال لي والله قلت تضاربه هذا جبان هذا قد قلت له لا عاد يسوي بالعرب زي كذا وروح عند عمي شكله حشره يا اخي اتق الله يا اخي طلب عمك متعبي لا والله ما هو بمره هو لقاه بالزاويه الثانيه لكن عمي شيخ ذا ويستحوا منه العرب ايه والله اغسله 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 برد غلك ما قال له شيء قاعد ياكل ما قال الاحبط ذاك فضيحه يا مغلق عمي قال والله لو باقي يشتكي منك ان يصير بيني انا وانت ذنب يوم قال تفضل يوم جلس يقهرني يقول بكاهي ترى تبكي عند عمي والله تجيب هذا والله الذي لا اله الا هو يا عرب اني طلعت من الابتدائي وان باقي في خاطري الى الحين ما انا اذكرك انا اسوي دخل بعد ما صار الى الحين في قلبي لو عين والله نصدم والله عشان كذا تبقى بعض الاحيان ذكريات دون سامح المسامح والله ما سامح ذاك لا والله